كي جيتو عن وسائل الاعلام. مين يعرف يعني ايه وسائل الاعلام؟ واليسار ده ادوات التواصل بين الطفل والعالم الخارجي. برافو يا ساره، كلابي ورانز ساره، برافو عليك. طيب احنا اتكلمنا برضو قبل كده وعرفنا معلومات عن وسائل الاعلام. وسائل الاعلام انواعها ايه يا ترى؟ يا ترى كم نوع وسائل الاعلام؟ وسائل الاعلام كم نوع؟ قول يا محمد. برافو عليك كلامي وهانس لمحمد. قلنا وسائل الاعلام مرئيه ومسموعه ومقروءه. طيب يا ترى وسائل الاعلام المرئيه زي ايه يا كيشتو؟ زي ايه المرئيه؟ قولي يا يارا. زي التلفزيون والسينما والكمبيوتر. برافو يا ساره، كلابي وهانس ساره شاطره. قالت لنا وسائل الاعلام المرئيه زي التلفزيون والسينما والكمبيوتر. طب وسائل الاعلام المسموعه زي ايه يا ترى؟ زي ايه؟ مين عارف يقول لي زي ايه؟ ها؟ مين؟ قولي يا سلمى. الراديو. في حاجة تانية؟ الكاسيت. والكاسيت، برافو برافو. كلابي وهانس وسلمى شاطرة. طب يا ترى وسائل الإعلام وسائل الإعلام المقروءة، المقروءة زي إيه وسائل الإعلام المقروءة؟ زي إيه؟ ها؟ ها؟ قولي يا محمد. زي المجلات والكتب والجريده او الجورنال. برافو عليك، كلنا نسقف لمحمد. طب يا ترى في حاجه ثانيه؟ في كمان حاجه ثانيه من وسائل الاعلام المقروءه؟ قول. طيب كده يا محمد. صح يا اولاد، برافو عليك، كلنا نسقف لمحمد. زي البوسترات اللي عملناها في الدعايه الانتخابيه بتاعه البرلمان الصغير، فاكرين؟ في بوستر اهو من البوسترات اللي كنتوا عاملينها بتاع ساره، فاكرينه؟ ده يعتبر البوستر ده صح من وسائل الاعلام المقروءه. شاطر، برافو عليك. طيب يا ترى يا اولاد وسائل الاعلام ضاره ولا مفيده؟ ها؟ ضاره ولا مفيده؟ قول يا محمد. ضاره، وفي حاجات ضاره. وسائل الاعلام فيها حاجات ضاره وفيها حاجات مفيده. طب مين يقول لي يا ترى وسائل الاعلام مفيده في ايه؟ قول يا صالح. بنتعرف على ايه؟ مش سامعه يا صالح، علي صوتك. شاطر شاطر، برافو. جميل يا صالح، كلنا نسقفله. قال لنا ان وسائل الاعلام بتساعدني ان انا اعرف معلومات كتير قوي وفي وقت سريع وانا قاعد مكاني. كمان ممكن ان انا يبقى ليا اصدقاء كتير من كل انحاء العالم. وقال لي كمان بتساعدني في المذاكره بتاعتي. وطبعا اهم حاجه بالنسبه لكم كمان بنتفرج على كرتون كتير. طب يا ترى بقى ايه هي اضرار وسائل الاعلام؟ قول يا كرولوس. اتفضل. ان احنا لما بنقعد على الفيسبوك كتير بيقلل من مذاكرتنا، وكمان بيخلي بيوجع كمان عينينا لما بنقعد بيقلل مخنا، ولما بنقعد كمان في التلفزيون عينينا بتوجعنا، وكمان بيأثر مخنا، وكمان برافو برافو يا كرولوس، كلنا نسقفله. كرولوس بيقول لنا ان من اضرار وسائل الاعلام ان هي بتضيع وقتنا، بنقعد مده طويله قوي قدام التلفزيون، ده طبعا غلط، وقدام الكمبيوتر غلط. كمان قال لنا حاجه مهمه، ما ينفعش ان انا اقعد قدام التلفزيون وانا قريب منه مده طويله هو والكمبيوتر، ما نقعدش كتير عشان بيأثر على عينينا.
كمان بيأثر على عقلنا. طب جميل جميل. وقال لنا كمان ايه؟ ما نصدقش اي حاجة تتقال على الفيسبوك او على التلفزيون، لان في معلومات واخبار بتكون غير صحيحة، لو انا صدقتها ممكن تسبب لي مشاكل واضرار. صح كده؟ برافو. طب يا ترى عشان اقلل بقى من اضرار وسائل الاعلام اعمل ايه؟ المفروض ان انا ما اخليش ايه؟ اعمل ايه؟ مين يعرف؟ عشان اقلل من الاضرار دي اعمل ايه؟ قول يا سالي. نبعد عن التلفزيون وما نقعدش مده طويله، ماشي. اعمل ايه تاني؟ قول يا كرول. ما نفضلش قاعدين طول الوقت على الفيسبوك، كل حاجه ليها وقتها. كل حاجة ليها وقتها، برافو عليك، شاطر. نقول ايه تاني؟ المفروض نعمل ايه؟ طول الوقت قاعدين بنلعب جيمز على الكمبيوتر؟ لا ينفع؟ المفروض نعمل حاجات تانية. نعمل حاجات تانية زي ايه؟ نلعب. قول يا ارتاش. تركزي في مذاكرتك، صح؟ ممكن تعملي ايه تاني؟ صح يا احمد، برافو عليك. احمد بيقول ممكن كمان نلعب رياضه، صح؟ وننام بدري عشان نصحى المدرسه. ميس وننام عشان نصحى المدرسه بسرعه. ننام بدري عشان نصحى للمدرسه. ايه تاني يا سيف؟ ونلعب مع اخواتنا. نلعب مع اخواتنا، صح. على فكره وسائل الاعلام لما بنقعد مده طويله قدام التلفزيون وقدام الفيسبوك وقدام الجيمز، بنقعد امتى؟ مع ماما، مع بابا، مع اخويا اختي. بتلاقي كل واحد فيكم ماسك الفيسبوك او بيتفرج على اللي بيتفرج على الكرتون، واللي قاعد قدام التلفزيون، واللي بيلعب جيمز على الكمبيوتر، واللي فاتح الفيسبوك وبيتفرج او بيكتب عليه. طب ما مين فين هنا الترابط الاسري؟ فين نقعد كلنا مع بعض انا وماما وبابا واخواتي؟ يبقى ما ينفعش لما اقعد طول الوقت قدام الكمبيوتر ولا قدام افلام الكرتون. طب هذاكر امتى؟ هيضيع وقتي، هلاقي الوقت خلص بسرعه ومش هلحق اذاكر. طب يا ترى الحاجات اللي بنشوفها في افلام الكرتون دي اللي فيها ضرب وعنف، ينفع ان انا اقلد الحاجات دي؟ الحاجات دي بتبقى حقيقيه يا كيشكو؟ يعني فعلا في ممكن ان احنا نطير؟ ممكن نطير؟ طبعا لا. ربنا سبحانه وتعالى مخلي الطيور بس هي اللي بتطير عشان عندها جناحين، صح؟ لكن احنا عندنا جناحين زي الطيور عشان نطير؟ يبقى طبعا لا. يبقى ما ينفعش ان انا اصدق ان انا لو زي سوبر مان وزي باتمان. طبعا كل دي خيال، مفيش باتمان، مفيش سوبر مان، دي كل دي ايه؟ افلام كرتونيه، شخصيات بس، اشخاص بيعرفوني حاجات ممكن تكون الحاجات دي صح واكترها طبعا بيكون غلط. مفيش انسان بيطير، مفيش انسان ممكن يروح يخترق وهو طاير كده زي ما بيعمل سوبرمان. سوبرمان برضو ولا مين؟ هنشيل يطلع بره خالص. انا بقول كده على الكلام اللي بيقول كده. اسمع، مفيش بيتكلم، مفيش حيوانات بتتكلم، صح؟ ولا طيور، ولا طيور. يعني احنا عارفين ان افلام الكرتون دي خيال، كل دي افلام خياليه. ميس ما ينفعش نقلدها. ميس عارفه انا اتفرجت على الكرتون ايه فين بالليل؟ ايه التماثيل بتقعد تتحرك كده وبالشمس بيبقوا تماثيل حقيقيه. بس هي خياليه. طب يا ولاد مين يقول لي؟ نسينا نقولوا حاجه. دلوقتي في الوقت الحديث اللي احنا فيه، يا ترى في وسائل اعلام كتيره قوي حديثه بقت منتشره جدا في العالم كله، حد عارف زي ايه؟ ها يا سيف عارف؟ برافو عليك حبيبي كلام الرئيس سيف، صح؟ الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. جميل. يعني نسينا كمان نقولوا حاجه، ايه هي؟ ميزه. من اهم حاجه
اللي فعلا حاجة عملتوها بالفعل من فوائد وسائل الإعلام. عملتوا إيه لما كنا بنعمل انتخابات البرلمان الصغير؟ ها؟ من أهم الفوائد اللي إحنا ممكن نعملها إننا على وسائل الإعلام بنعمل دعاية إعلانات، صح؟ عملنا إيه إحنا؟ أنتوا عملتوا إيه على الفيسبوك؟ عملتوا إيه يا أولاد؟ عملت إيه يا سيليا؟ صح، برافو. طب عندي صوتك كده، سمعيهم. الدعاية الانتخابية اللي عملتوها لنفسكم على الفيسبوك، مش كل واحد فيكم عمل، ماما وبابا عمل له صفحة للفيسبوك وعمل دعاية لنفسه في الانتخابات البرلمانية اللي عملناها من حوالي 3-4 أسابيع دي، فاكرينها؟ صح؟ مش عملنا جروب لينا كلنا لميرميد كلاس وسميناه جروب ميرميد كلاس، وكلنا دخلنا على الصفحه بتاعتنا وبتاعت الجروب بتاعنا ونزلنا البوسترات والصور بتاعتنا، وكل واحد فينا اتكلم وقال انا اسمي ايه ورمزي ايه وانتخبوني عشان هعمل لكم ايه، وعملنا دعايه انتخابيه. كمان يا اولاد نزلنا على الصفحه بتاعت ميرميد كلاس وعلى قناتنا اللي على اليوتيوب نزلنا اليوم الانتخابي اللي احنا عملناه وكلنا اتفرجنا عليه. اتفرجنا عليه في شتوه ولا لا؟ اتفرجنا. وشفتوا نفسكم وانتوا بتنتخبوا؟ وانتوا بتحطوا صباعكم في الحبر الازرق تعملوا لي كده؟ اتفرجنا كلنا عليه؟ مش ده مش ده موف. كان موف؟ ماشي. يبقى وسائل الاعلام هنا فادتنا اننا نعلن عن الانتخابات بتاعتنا، وكل الدنيا عرفت ان روضة حمزة اطفال قاعة ميرميد عاملين انتخابات عشان يدخلوا البرلمان الصغير. وبعد كده عملنا كمان نشرنا جلسات البرلمان بتاعنا على اليوتيوب، وعلى فكرة عدد كبير جدا اتفرج عليها وكان مبسوط بيكم وانتوا بتقدموا المشكلات اللي منتشرة في البيئة عندنا هنا. يبقى اذا وسائل الاعلام ممكن تفيدنا وبتفيدنا كتير، وفي نفس الوقت ممكن تضرنا وممكن برضو الاضرار بتاعتها تكون كتيرة. عشان استفاد منها عرفنا نعمل ايه، وعشان اتجنب الاضرار بتاعتها عرفنا اننا ما نصدقش اي حاجة تبقى على موجودة على التلفزيون او على الفيسبوك. لازم اتحقق من المعلومة قبل ما اتأكد منها. كمان ان انا ما صدقش كل اللي موجود في افلام الكرتون، احنا عارفين الصح ايه والغلط ايه، ايه الخيالي وايه الواقع. كمان ما نقعدش كتير قدام الكمبيوتر زي ما قال لنا كرولوس، نقسم وقتنا للمذاكرة وللعب وللنوم طبعا. وعرفنا قال لنا احمد لازم ننام بدري عشان جسمنا يستفاد وعشان مخنا ينمو كويس، ما نقعدش كتير قدام الكمبيوتر، وكمان ما نقعدش كتير قدام التلفزيون عشان ما ياثرش على عينينا. صح يا تيجي؟ يبقى عرفنا كل المعلومات دي عن وسائل الاعلام. يا رب نكون استفدنا كلنا من وسائل الاعلام وعرفنا ايه هي اضرارها وايه هي فوائدها. كلنا نسقف بقى لنفسنا السقف الصباعيه عشان النهارده كنتوا ممتازين جدا، وانتوا على طول ميرميد بلس ممتازين، وميرميد مبسوطه منكم وعايزاه تسقف لكم السقفه الصباعيه. 1 2 3
التلفزيون من وسائل الإعلام المرئية، يعني أوصله بوسائل الإعلام المرئية. برافو عليك، كلنا كلاب يور هاندز. استند أب يا يارا، قولي لي يا يارا، الجريدة من وسائل الإعلام المرئية. برافو، من هي من وسائل الإعلام إيه؟ برافو عليك، اللي هي المقروءة كلاب يور هاندز. كلنا يارا شاطرة. استند أب يا محمد جمال. القصة من وسائل الإعلام المرئية، هما ليه من وسائل الإعلام إيه؟ المقرية. الإيه؟ المقرية. المقرية اللي هي المقروءة، المقروءة. برافو عليك كلاب يور هاندز محمد. طيب يا سلمى، قولي لي يا سلمى، القصة من وسائل الإعلام المرئية المقروءة. برافو عليك كلاب يور هاندز. السينما من وسائل الإعلام المرئية. تمام، برافو عليك كلاب يور هاندز. مين تاني؟ ها قولي يا رب، استند أب. الراديو من وسائل الإعلام المرئي. أمال من وسائل الإعلام إيه؟ من وسائل الإعلام إيه الراديو؟ برافو عليك، وسائل الإعلام المسموعة. صح، يبقى مش هينفع أوصله. يا سارة، الكمبيوتر من وسائل الإعلام المرئية. برافو عليك، يبقى نوصله. يبقى إحنا كده كيجي تو وصلنا وسائل الإعلام المرئي بمين؟ بالتلفزيون والسينما والكمبيوتر. برافو عليك يا كيجي تو، شاطرين. هنتكلم هنا كيجي عن ايه؟ ايه الحاجات الصح وايه الحاجات الغلط؟ ايه السلوك الصحيح اللي المفروض نعمله وايه السلوك الخطأ اللي المفروض ما نعملهوش واحنا بنتفرج على التلفزيون او احنا بنلعب على الكمبيوتر؟ يعني مثلا اول صورة عندي هنا، تعالي كده يا مريم، الصورة دي فيها ايه يا مريم؟ ها؟ البنت قاعدة بعيدة عن التلفزيون وهي بتتفرج عليه، طب يا ترى ده سلوك صح ولا غلط؟ صح. برافو عليكي، طب اعملي لي هنا كده علامة صح. فعلا كلنا كلاب يور هاندز لمريم. مريم قالت لي البنت دي قاعدة بعيد عن التلفزيون وبتتفرج عليه، ده كده صح. طب تعالى يا محمد جمال، الصورة دي فيها ايه؟ ولد بيتفرج على التلفزيون من قريب. برافو عليك، طب يا ترى ده سلوك صح ولا غلط؟ غلط. برافو عليك، يبقى هتعمل لي هنا اكس غلط. برافو كلاب يور هاندز يا محمد جمال. تعالي يا رب، الصورة دي فيها ايه؟ ها؟ انا مش سامعة يا رب، تعالي صوتك تقولي ايه؟ بنات بتتفرج على التلفزيون من قريب. طيب فعلا دول اولاد بيتفرجوا على التلفزيون وقريبين منه، يا ترى ده سلوك صح ولا خطا؟ خطا. يبقى هنعمل هنا علامه ايه؟ برافو عليكي كلاب يور هاندز رقم. برافو يا رب. تعالى محمد نادر، محمد نادر. ميس سي داون، 1 2 3. محمد، لا الصورة دي فيها ايه يا محمد؟ ولاد بيتفرجوا على التلفزيون من بعيد، يا ترى ده سلوك صحيح ولا خطأ؟ صحيح. ها؟ صحيح، برافو عليك كلاب يور هاندز لمحمد. برافو يا محمد. تعالي يا ندى، الصورة دي فيها ايه؟ الولد ده عامل ايه؟ نايم، وعارفه نايم الساعة كام؟ 9 o'clock، يعني نايم بدري. يا ترى ده سلوك صح ولا غلط؟ إن هو ينام بدري، إحنا لازم كلنا ننام بدري.
بدري يا اولاد ما يتاخرش في النوم. ماذا تقول ايه؟ صح. برافو. تعملي لي هنا علامه صح. ميس برافو يا ندى. افلامي وهنسني ندى. شاطره يا ندى. تعالي تعالي يا مريم. تعالي يا مريم. الولد ده قاعد بيلعب ايه؟ بصي على الصوره قولي لي بيعمل ايه؟ انا مش سامعه. بيلعب ايه؟ بيلعب ايه؟ بيلعب على ايه؟ بيلعب جيم على ايه؟ بيلعب جيم على الكمبيوتر. وعارفه قاعد لغايه الساعه كام؟ الساعه 2 بالليل. ده كده سكوت صحيح؟ طب طب غلط. يبقى اعملي لي هنا اكس. لابي يورهانس لمريم. شاطره يا مريم. يبقى دي جي 2. عرفنا دلوقتي مع بعض في حاجات غلط ما ينفعش اننا نعملها. زي ايه يا يوسف الحاجات الغلط اللي المفروض ما نعملهاش؟ اننا ما نقعدش قريبين جدا من شاشه التلفزيون واحنا بنتفرج عليه، لان ده هيعمل ايه؟ عشان انا بقعد بعيد من التلفزيون عشان ما اعملهاش. برافو عليك يا ادم. عشان ما ياثرش على عينك. صح كده؟ وياثر على مخنا كمان. المفروض يا اولاد ما نقعدش مده كبيره، ما نقعدش مده كبيره قدام الكمبيوتر، لان ده برضو هيعمل ايه؟ هيضيع ايه؟ هيعمل ايه الكمبيوتر لو قعدنا قدامه مده كبيره نلعب؟ هيضيع وقتنا. صح كده؟ لما يضيع وقتنا مش هنذاكر. هنذاكر؟ هنلاقي وقت نذاكر؟ يبقى المفروض اننا نخصص لكل حاجه وقت. ايه؟ اما ماما بتقول لي ادخل نام بدخل بسرعه عشان المدرسه. شاطر يا ادم، برافو عليك. يبقى المفروض يا اولاد ما اقعدش قريب من شاشه التلفزيون. المفروض ما اقعدش مده طويله قدام الكمبيوتر. المفروض كمان اعمل ايه؟ انام بدري. صح كده؟ المفروض انام بدري. طيب هاخدها تاني. ماما بتخليني اقعد على اللاب خالص غير اما اخلص مذاكره وبعدين انا اقعد على اللاب. شاطر يا ادم. ادم كمان بيقول لنا ان ماما مش بتخليه يقعد على اللاب يلعب الا بعد ما يخلص المذاكره بتاعته. ايه رايكم في كلام ادم؟ يعني المفروض اننا نذاكر الاول ونخلص واجباتنا وبعد كده ممكن نلعب شويه على الكمبيوتر، لكن ما نقعدش مده ايه؟ طويله. صح كده يا كيجي؟ ولازم نروح الساعات من المدرسه. ماشي يا ادم، يعني قصده اننا لازم ننام بدري عشان نصحى الصبح نروح المدرسه. برافو عليكم يا كيجي. شاطرين يا كيجي. شاطرين شاطرين. عن وسائل الاعلام المقروءه. خلاص وعرفنا هي ايه. دلوقتي هنبدا نرسم دايره حوالين وسائل الاعلام المقروءه. يا ترى وسائل الاعلام المقروءه هنا واحد واحد هيقول لي. قولي يا ريماس ارسم دايره حوالين الكتاب ولا لا؟ يعني الكتاب من وسائل الاعلام المقروءه. تمام، برافو عليك. ها قولي لي يا مين؟ قولي يا محمد. التلفزيون من وسائل الاعلام المقروءه. يعني مش هرسم عليه دايره؟ طيب اتفضل. برافو عليك. سيت داون. كتاب. الجريده من وسائل الاعلام ايه؟ المقروءه. يعني ارسم عليها دايره؟ تمام، برافو عليك. لا 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 لا، حزعل حزعل من كي جي 2. يوسف الكمبيوتر من وسائل الاعلام المقروءه. الكمبيوتر، يوسف بيقول ان الكمبيوتر من وسائل الاعلام المقروءه. كلامه صح؟ لا. الكمبيوتر من وسائل الاعلام المقروءه؟ لا. طب امال مين الشاطر اللي يقول لي الكمبيوتر من وسائل الاعلام ايه؟ قول يا احمد. المكشوف. الايه؟ المرئي. اسمها ايه؟ المرئية. المرئية، برافو عليك. شاطرين، برافو حبايبي. يبقى ينفع ارسم عليه دايرة؟ لا. لا طبعا. قولي لي يا مريم، السينما من وسائل الإعلام المقروءة؟ لا. لا، برافو عليكي، يبقى مش هرسم عليها دايرة. طيب، قولي لي يا ردينة. ردينة.
من وسائل الاعلام المقروءه. يعني مش هرسم عليه دايره. برافو عليك. سيت داون ساليه. القصه من وسائل الاعلام المقروءه. برافو عليك. يبقى ارسم عليها دايره. برافو عليك يا تيشي تو. كلنا شاطرين. كلنا نسقف لبعض سقفه سباعيه. 1 2 3 وسائل الموثقة.